الله الرحمن الرحيم. في يوم الوفاء ويوم التكريم نرحب بالسادة الأفاضل رموز وشيوخ محامي الأسكندرية. كما نرحب بالحضور الكريم الذين شرفونا اليوم. باسمي واسمكم رحب بالسيد المستاذ سامح عاشور نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب. كما أرحب بالسادة أعضاء مجلس النقابة العامة الذين شرفونا اليوم. الأستاذ خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة العامة المحامين. الأستاذ يحيى الطوني أمين صندوق الأمان أمين صندوق النقابة العامة المحامين. الأستاذ أبو بكر الضوة الأمين العام المساعد للنقابة العامة المحامين. الأستاذ كمال مهنا رئيس لجنة الحريات بالنقابة العامة. الأستاذ أدهم العشماوي عضو مجلس النقابة العامة. الأستاذ مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة. الأستاذ ماجد حنا عضو مجلس النقابة العامة. الأستاذ علي الصغير عضو مجلس النقابة العامة. الأستاذ محمد أبو عريضة عضو مجلس النقابة العامة. كما أرحب بزملائكم وإخوانكم أعضاء مجلس النقابة العامة عن الإسكندرية. الأستاذ أيمن الفولي عضو مجلس النقابة العامة. الأستاذ إبراهيم أبو زيد عضو مجلس النقابة العامة. كما أرحب بعضو مجلس النقابة العامة الأستاذ عيسى أبو عيسى. الجمع الكريم، أهلا بكم في يوم التكريم ويوم الوفاء. التكريم حق وواجب، حق لكم وواجب علينا. التكريم الحقيقي ليس جائزة ولا درعا ولا كلمات رنانة. التكريم الحقيقي هو التقدير والتوقير، والتقدير والتوقير في أبهى صوره هو قدوم وحضور مجلس النقابة العامة على رأسه نقيب محامين مصر لتقديركم وتوقيركم واحتراما لكم في يوم الوفاة. هذا هو التكريم الحقيقي وهذا هو التكريم المنتظر.